مكروانت. بونجور بونجور، انتم توا في ميكرووند، الروبريك اللي تسخن البيت. ونبداو بالخبر الاول اللي نلقاه في جريده الاعلان صفحه 2. الاعلاميه بثينه جبنون تصر وتتحدى. المرزوقي اتقابل مع بن علي في مناسبتي وكان يتمتم بكلام غريب. اتقابل معاها شك، اما تمتم بكلام غريب امبوسيبل. الخبر الثاني من جريدة المجهر صفحة 5. حسن الشيرني يؤكد بن علي يعود قريبا إلى تونس. شكلك تشبه واحد ما بلتوش من سنتين. شنو تو هذي باش نعرفوها من عرافة؟ ما مفلت شي؟ يا بنتي ريد لنمسخك هنفوصة. جريدة الشروق صفحة 11. غياب مظاهر الاحتفال على غير العادة. الحب زمن الإرهاب ممكن. الحب في زمن الكوليرا. إرهاب كوليرا مجاعة ميهمش. غمض عيني واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. غمض عيني غمض عيني. ونفوه مرة أخرى بجريدة الإعلان صفحة 16. قالك فريال جراجة ترفض المشاهد الساخنة أما ترحب بالقبولات. الدنيا لا مدونة مدونة نونة لا مدونة تيفهموها عاد، فما مغزى فيها الحكاية. كيما اللي يكره السلطة أما يحب الخص. ميكرووند وفات. اوكي انا عندك خبير بيت هيت ميكرووند.